إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. عاجل موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي والقنوات الناقلة له. موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أكثر الموضوعات التي تشغل محبي المسلسلات التاريخية في هذه الفترة، حيث يقترب عرض أولى حلقات الجزء الجديد، وقد نجح المسلسل في المنافسة بقوة على صدارة المسلسلات التركية التاريخية التي تعرض في هذه الفترة، حيث حققت حلقاته نسب مشاهدة قياسية وتمتع بشعبية كبيرة في العالم الإسلامي، ويتناول قصة حياة البطل القائد صلاح الدين الأيوبي، ويبرز العديد من الجوانب الهامة في حياته وفي الفترة التاريخية التي عاش فيها. وفي هذا الفيديو سنقدم لكم جميع التفاصيل حول هذا العمل الدرامي المميز، وينتظر ملايين المتابعين من مختلف أنحاء العالم موعد عرض الحلقة 29 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي بفارغ الصبر، حيث لا يفصلنا عن عرضها سوى أيام قليلة، حيث من المتوقع أن يتم عرضها في نهاية شهر أكتوبر الحالي، وبالضبط يوم الاثنين 21 من أكتوبر، ويتم عرض حلقة واحدة من هذا المسلسل كل أسبوع عبر شاشة قناة TRT1 التركية، ويمكن مشاهدة الحلقات مترجمة إلى العربية الفصحى عبر قناة الفجر الجزائرية. ولقد حقق مسلسل صلاح الدين الأيوبي نسبة مشاهدة مرتفعة جدا في مصر والوطن العربي منذ عرض أول حلقاته، ويعتبر من بين أهم الأعمال التاريخية المعروضة، مما جعله يحظى بإعجاب الكثير من محبي هذا النوع من المسلسلات. نشكركم على طيب المتابعة، وأضرب لكم موعدا في حلقة قادمة إن شاء الله.